السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات، ألا وهو الدائرة والمستقيم. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على الفرق بين الدائرة والقرص وما هو المدرس. نبدأ بالدائرة. الدائرة هي كما ترون جانبها، إذن هي تكون فارغة من الداخل. حال إذا قلت مثلا العجلة تاع بيكالا فهي فارغة من الداخل، إذن نعتبرها دائرة. والدائرة بماذا تتميز؟ تتميز بأو وشعاع، الشعاع هو الذي يربط بين المركز والمحيط. إذا من هنا حتى لهنا كيتسمى شعاع إخ، هذا كيتسمى شعاع. أي شعاع خديناه، خديناه هنا ولا خديناه هنا، ديما كنلقاو قد قد. مثلا كانت هذه جوج سنتيم، مثلا هنا في هذه الحالة عندي 1.8 سنتيم، غادي نمشي نربط هنا كنلقى حتى هي 1.8 سنتيم، بمعنى أن R هو الشعاع الذي يربط بين المركز والمحيط. إذا الوتر، ملي كنقولو وتر الدائرة شنو هو؟ ملي كنشدو واحد المستقيم كنربط ليا بين جوج نقاط من الدائرة، مثلا هنا، لاحظوا مثلا من هنا حتى هنا نسميه أبل، من هنا حتى هنا أش كيتسمى؟ هذا كيتسمى وتر، هذا وتر، حيت وتر شتو في مثلث قائم الزاوية، ولكن كذلك كاين حتى في الدائرة، إذا هذا وتر. ولكن المستقيم الذي يمر من مركز الدائرة يسمى القطر. ما هو القطر؟ هو المستقيم الذي يقسم الدائرة على اثنين، بمعنى أن القطر يتكون مرتين من الشعاع. مثلا الشعاع هنايا كان جوج سنتيم، إذا القطر غادي يكون 4 سنتيم الدوبل. إذا هادوما خاصيات ديال الدائرة. خاصك تعرف شنو هو القطر، شنو هو عفوا القطر، شنو هو الوتر، وشنو هو الشعاع. والدائرة كنقولو ليها سي نسبة إلى سيركل، سيركل بالفرنسية. إذا الحرف الأول هو السي كنربطو الدائرة بالسي، معليش. إذا القرص بحالو بحال الدائرة، غير عامر بالداخل، عامر بالداخل، هو ممتلئ بالداخل، ديسك بالفرنسية. مثلا خديتي درهم كان على قضية فهي ممتلئة بالداخل، هذاك قرص وليست دائرة. وشوفوا إذا القرص هو مملوء من الداخل، مساحته غير فارغة بل يتكون من مجموعة من النقط داخلة. إذا القرص نفس القواعد ديال الدائرة، عنده حتى هو الشعاع، عنده القطر، عنده وتر، غير الفرق بينه وبين الدائرة أن القرص لديه مساحة، يعني عنده واحد المساحة في الداخل ديالو عامرة، بينما الدائرة فهو فارغ من الداخل. إذا المماس، جيد بزاف. إذا لدي مستقيم ولدي دائرة، إذا المستقيم يمكن أن يقطع الدائرة في نقطتين. إذا دوزت مستقيم هكا غادي يدوز في نقطة ونقطة، دوزتو بهذا الشكل كيدوز نقطة في نقطة، ولكن إذا قطع ليا المستقيم دائرة في نقطة واحدة كما ترون، لاحظوا الدائرة ومستقيم جاني في الجنب كيمس الدائرة في نقطة واحدة، إذا هذا المستقيم كيتسمى مماس الدائرة، الدائرة في النقطة أ. إذا مثلا قال لك الأستاذ حط لك واحد النقطة هنا بي، وقال لك رسم لي المماس، كتحاول ترسم واحد المستقيم دايز من بي، ولكن ما كيدوز وسط الدائرة، كيدوز فوق منه قد قد، يعني يلاه كيمس ديك النقطة وكيدوز بحال هاد الشكل هذا. إذا كنقولوا هذا مماس دايز، ماشي عاوتاني كترسم لي هاد الشكل هكا تقول لي هذا مماس، لا راه هذا دايز كيقطع الدائرة في نقطتين، إذا هذا ما كيتسماش مماس. والخاصية الثانية هو أن المماس والشعاع كيكونوا متعامدين، كيكونوا زاوية قائمة. إذا المماس والشعاع كيكونوا زاوية قائمة. إذا هادو هما الخاصيات أعزائي التلاميذ، نتمنى أنكم استفدتم من الدرس، دمتم أوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.